رابع أسبوع تعيشه لندن بعد الحظر، مع تمديد لثلاثة أسابيع أخرى أقرت، حيث التنقل أصبح للضرورة القصوى مع وصول أعداد الإصابات إلى الذروة، أكثر من 4000 إصابة ومئات الوفيات باليوم الواحد في عموم بريطانيا. ورغم تصاعد الأزمة، إلا أن الحس الإنساني يظهر جلياً بعد مشاركة 3/4 مليون متطوع لمساعدة النظام الصحي والاجتماعي، منهم أبناء الجالية العراقية. إحنا عراقيين مسلمين، أوكي؟ بس إحنا الحقيقة من شفنا المرض ما فرق بين الأديان والأجناس والقوميات، قلنا إحنا هنا حملتنا تكون إنسانية، نخدم كل الجهات والأطراف والناس. البارحة مثلا جبنا سوينا تقريبا 200 كيس، بسرعة راحت، واليوم دا نعيد نفس الكرة وشوية أكثر، فيمكن راح يصير 250 كيس، هاي أكثر من 500. بدينا صار لنا 10 أيام والحملة دا تتكبر وتتوسع، وأكو عندنا فولنتير من عدة جنسيات. وهذا احنا الآن كنا تارجتينج، يعني فقط نركز على كبار السن والمعوقين والمحتاجين في كل أطراف لندن، وخصوصا في شمال غرب لندن. البارحة حتى بسنترال لندن ودينا لبعض العوائل العراقية المحتاجة، فالعراقيين تقريبا نوصل لهم أكثر أجزاء من لندن اللي نقدر عليه، إحنا فولنتيرز كلهم متطوعين يعني الناس. جمعية رعاية العراقيين تعمل بالإضافة إلى مجموعات شبابية أخرى والأطباء الذين نشروا أرقام هواتفهم في إعلان عمم على أبناء الجالية العراقية للاستشارة المجانية. اليوم احنا بس ننتظر البضائع ان شاء الله نستلمها حتى نقدر يعني نحضر الشياسة ونفتر على بعض البيوت. احنا محضرين لستة طبعا الناس والأسامي والعناوين منه اللي محتاج، كبار السن او مثلا ما عندهم مساعدة من احد بالعائلة، او مثلا عندهم امراض او شيء ما يقدرون يطلعون يسوقون، ونسوي لنا مثل حملة نفتر على البيوت ونوزع البضائع. أكو بعض الأشخاص يطلبون شغلات خاصة، مثلاً باراسيتامول، مثلاً كمامات أو جفوف أو شيء، فحسب الأفيلابيليتي حسب الطلب يعني ممكن نوفر لهم اللي يحتاجوها. تتشارك هذه الجمعية وشركات محلية لتمويل عملية التوزيع وجمع التبرعات، فقد تم توزيع مئات السلال الغذائية في منطقة برنت ومناطق أخرى في لندن. This is a joint operation, as I see. هذه مهمة مشتركة لأصدقائنا في جمعية رعاية العراقيين وبين مجموعة الدعم المحلية لمنطقة شمال غربي لندن، لنكون مطمئنين بأن الكل لديهم ما يكفي من الغذاء. نعمل معا مع تبرعات كبيرة من الجالية العراقية، وهذا شيء عظيم. أكثر من 34 عراقيا رحلوا بسبب هذا الوباء في إنجلترا واسكتلندا وويلز، ناهيك عن أعداد الإصابات المطرد مع تفاوت أعمار المصابين. ومع ذلك تميز العراقيون بشهامتهم وكرمهم منذ بداية الأزمة ولحد اليوم في وقفة مشرفة. بركان الشكرتشي العراقية، لندن.